وفي مجال اللحوم الحمراء، مشروع مركب بوق طب بالبيض يعول عليه أن يكون ثالث مصنع من نوعه بالجزائر. يرتقب أن يدخل الخدمة خلال الأسابيع المقبلة كمكسب جديد لموالي الولاية والولايات المجاورة. عبد الوهاب فتيس يفصل. بقدرة إنتاج ستصل إلى 120 ألف قنطارا سنويا، يعتبر هذا المركب الجهوي لإنتاج اللحوم الحمراء ببوق طب الثالث من نوعه في الجزائر، حيث وصلت نسبة الأشغال مرحلتها النهائية ليتم استلامه ووضعه تحت الخدمة قبل نهاية السنة. المال اللي في البلاد يكفي الباتوار، اللي ما فيش ترى عراقيل في الطريق وكذا وكذا، يكفي أنا والآخر ومستخر وغيري. ها ومدابين احنا خير ما نظلوا في السوق وخير ما نظلوا في القمرد وخير ما نظلوا جفاف، وفكنا من هذه الديون اللي رانا ما نلحقوهاش وفكنا في كذا. هذه رحمه للمواله ورحمه للبلاد. اليد العامله غادي تستنفع منه، كذلك الموالين كما قلنا غادي يستنفعوا منه كبير، خاصه الجهه تاعتنا. احنا عندنا تقريبا 50% من البطاله، يعني الموالين يعني غادي يخدموا في الشباب تاعنا. هذا المكسب الاقتصادي سيساهم في تنظيم شعبة إنتاج اللحوم الحمراء بالمنطقة والتحكم في الأسعار، وكذا تقليص فاتورة استيراد اللحوم المجملة. هذا الاستثمار بلغ حوالي 160 مليار سنتيم، قامت به شركات مختلطة. هذا المركب يهدف إلى التكفل بالحاجيات المواطنين من اللحوم، نظرا توفر للمورد الأساسي وهو المشية. هذا المركب سيسهل عملية التسويق، إن شاء الله سنقضي على عملية الوسطة وتكون من المربي مباشرة إلى هذا المركب الجهوي. المشروع سيقدم إضافة نوعية لموالي البيض والولايات المجاورة، خاصة ما تعلق بتسويق منتوجهم عند تراجع الطلب على اللحوم الحمراء في السوق.